بأنني بلد جريح، وأن الضر قد مس التراب، وأن الجرح في جسدي بليغ، أصاب القيح سوري والقباب. أحبائي رعوني طول عمري، وأهدوني كنوزي والمهابة. كسيت من الحرير بكل عصر، فكيف اليوم ينزع لي ثيابا؟ كلمات ضيفي هنا في الاستوديو الذي سيشرفني خلال فقرات برنامج صباح الخير يا قدس في أولى حلقاته من العام 2018 في هذه الأجواء الماطرة والباردة، والتي نطل عليكم فيها على مدار ساعتين من استوديوهات تلفزيون فلسطين من عاصمة فلسطين الأبدية القدس المحتلة. سنكون وإياكم لمتابعة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في العاصمة المحتلة. سنكون وإياكم كما ذكرنا للحديث هنا مع ضيوفي حول تبعيات إعلان ترامب الأخير باعتبار القدس عاصمة للاحتلال، عدا عن ذلك عن قرارات الكنيسة الإسرائيلية وتبعيات هذه القرارات على مدينة القدس وأبناء شعبنا في داخل المحتل وفي الضفة الغربية وعلينا هنا في العاصمة المحتلة. كونوا معنا في فقرات برنامج صباح الخير يا قدس، ولكن بعد هذا الفاصل. في القدس أعني داخل السور القديم، أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني. يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. فليقولوا ما يقولون، ما لم تكن القدس مذكورة بالقلم العريض الواضح أنها عاصمة دولة فلسطين فلن يكون معهم سلام. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام في أولى فقرة من فقرات برنامج صباح الخير يا قدس، والتي سنتحدث فيها عن ثلة من قرارات ما تسمى الكنيسة الإسرائيلية التي صادقت عليها الأسبوع الماضي، أخطرها إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الاحتلال وقواته، إضافة إلى ما يسمى بقانون القدس الموحدة والذي يحظر نقل أجزاء من مدينة القدس في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة ثلثي من أعضاء الكنيسة، أي 80 عضو من أصل 120 عضو. نناقش هذه المواضيع وتبعياتها هنا في الاستوديو مع ضيفي الدكتور محمد شلالدي. يسعد صباحك الخبير القانوني. في البداية صباح الخير وجمعة مباركة. صباح النور يا هلا. بعد نجاة منفذي العمليات من رصاص الاحتلال ومن الموت المحدق، اليوم وبعد زجهم في سجون الاحتلال تصادق الكنيسة الإسرائيلية على قرار يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. يعني بداية، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الكنيسة أو ما يسمى بالمؤسسة البرلمانية لسن تشريعات تخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذه التشريعات التي تطرح في الكنيسة بخصوص إعدام الأسرى الفلسطينيين، أنا من وجهة نظري القانونية لابد من الحديث عن المركز القانوني للأسرى والمدنيين الفلسطينيين، وبالتالي لا يجوز لأي دولة أن تسن تشريعات تخالف نصوص معاهدات دولية وخاصة اتفاقية جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الأول لعام 77. إسرائيل مصادقة على اتفاقية جنيف، والمركز القانوني لأسرى الفلسطينيين هو مكفول ومحمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، لأنهم مناضلون من أجل الحرية والاستقلال، واستنادا إلى البروتوكول الأول كذلك يعتبروا مناضلين ومحميين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ما تقوم وتسن به الكنيسة الإسرائيلي هذا يعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة 103، لأنه إذا تعارضت التزامات فالأولوية في التطبيق خصوص الميثاق، وإسرائيل هي طرف في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي لا يجوز مخالفة هذه النصوص. السؤال المطروح، ما هي الآليات القانونية للرد؟
يعني هذا الإجراء هو يعتبر انتهاك صارخ ليس فقط لاتفاقية جنيف وإنما لاتفاقيات حقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الإعلان العالمي، مخالف للكرامة الإنسانية، لأنه لا يجوز. ولكن السؤال المطروح بغض النظر الإعدام أو الجرائم أو تجريم الإرهاب أو تجريم ما يرتكب من جرائم حرب أو إبادة جماعية، هذا مكفول في القانون، ولكن لا يجوز إسقاط الجرائم على المناضلين والمقاومين الفلسطينيين، لأن حق المقاومة للشعب الفلسطيني مكفول وفقا للقانون الدولي بكافة الوسائل، وما يقوم به الشعب الفلسطيني هو دفاعا عن الأرض الفلسطينية من أجل التحرر والاستقلال استنادا إلى مبدأ حق تقرير المصير. وبالتالي كل هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل وخاصة بخصوص الأسرى والمدنيين الفلسطينيين تعتبر إجراءات باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. فلا بد من المؤسسات الدولية ممثلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤسسات حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، للتحرك من أجل إبطال ووقف هذه التشريعات العنصرية التمييزية بحق الشعب الفلسطيني. دكتور عمر، يعني نتحدث عن حكومة عنصرية في إجراءاتها أحادية الجانب، ونتحدث عن سياسات عقاب جماعية أهمها هدم منازل منفذي العمليات، في المقابل لم نشاهد أي سياسة عقاب جماعية للجانب الإسرائيلي. نتحدث عن قتلة الشهيد محمد أبو خضير وعن عائلة دوابشة. هل تعتقد أن هذا القانون سيسري على 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 الإرهابيين المستوطنين الذين ينفذون مثل هذه العمليات؟ يعني أولا، دولة فلسطين بعد حصولها على المركز القانوني في الأمم المتحدة عام 2012 ورفع المكانة القانونية لدولة فلسطين، انضمت إلى العديد من المعاهدات الدولية وخاصة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي هناك ثلاث ملفات مرفوعة لدى المحكمة الجنائية الدولية، منها ملف الاستيطان وملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة وملف الأسرى. وبخصوص هناك ملفات تكميلية كقضية دوابشة وقضايا أخرى مرفوعة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي المحكمة تنظر في هذه القضية. وأنا أتأمل أنه يعني هذه المحكمة لأول مرة هي سلطة قضائية وجهاز قضائي مستقل أن تقوم بدراسة هذه الملفات وتكييف القانوني من أجل الشروع بالتحقيق في من ارتكب وانتهك مثل هذه الجرائم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الملف مطروح أمام المحكمة، وممكن دولة فلسطين كمان من ضمن الإجراءات أن تذهب إلى إحالة هذه الملفات للمحكمة الجنائية الدولية. نتحدث عن محورنا الثاني، وهو القرار الثاني من الكنيسة الإسرائيلية فيما يتعلق أو ما يسمى القدس الموحدة عاصمة للاحتلال. يعني هذا القانون أو هذا مشروع القانون يقوض أي أفق للحلول السياسية ومحاولة نزع القدس أيضا من أي تفاوض قادم؟ يعني أولا، قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت قرار في بعد احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، واتخذت قرار بضم مدينة القدس، وكذلك صدر قرار في الكنيسة حول القدس موحدة وعاصمة لإسرائيل. يعني في هناك قانون أساسي حول هذا الموضوع، ولكن أنا أتحدث عن الإجراءات القانونية من قبل موقف. ما هو يعني أنا ما يهمني هنا ليس ما يصدر عن دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة الأمريكية بإرادة منفردة، لأن لا يرتب آثارا قانونية، ولكن الذي يهمنا كفلسطينيين هو ما يصدر عن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة. ما هو موقف القانون الدولي؟ ما هو موقف القانون الدولي الإنساني؟ هناك قرارات عديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد على بطلان هذه الإجراءات بأن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. وفي الفترة الأخيرة تأكيدا وترسيخا لهذه القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة، هناك اجتمع مجلس الأمن وصدر القرار بغض النظر عن الفيتو الأمريكي، ولكن أنا من وجهة نظري هذا القرار يعتبر نصرا للفلسطينيين، لأن هناك 14 دولة صوتت لصالح هذا القرار. صحيح. وتم نقل هذا القرار إلى الجمعية العامة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، وبالتالي صوتت حوالي 128 دولة. وأنا أعتبر هذا القرار الذي صدر في الجمعية العامة يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا، كأنه صادر من مجلس الأمن. بمعنى هذا القرار ألغى وأبطل ما صدر من الرئيس الأمريكي بناء على الكونغرس الأمريكي عام 1995. وبالتالي أنا ما يهمنا في القانون الدولي هو الإجراءات القانونية الدولية الصادرة من أعلى مؤسسة تعتبر السلطة التشريعية في المجتمع الدولي ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتخذت قرارا هاما جدا، وهو الذي يرسخ ويؤكد بأن القدس هي عاصمة للدولة الفلسطينية وهي محتلة. وبالتالي القرار الأمريكي والقرار الإسرائيلي بضم مدينة القدس
وما اتخذ من إجراءات ويعتبر مخالفا وخرقا فاحشا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خرقا فاحشا لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الصادرة من الجمعية العامة. وبالتالي أنا أتحدث هنا كيفية مواجهة هذه القرارات. لابد من يعني أولا اتخاذ خطوات على مستوى البرلمانات العالمية من خلال المجلس الوطني الفلسطيني والبرلمانات العربية من أجل وقف هذه يعني الإجراءات أو التشريعات العنصرية التمييزية، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء من قبل الكنيسة الإسرائيلي. والنقطة الثانية، لابد من تفعيل واستخدام هذه القرارات من الأمم المتحدة من أجل توظيفها واستخدامها لتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية. وأنا أعتبر أن ما صدر من الأمم المتحدة والجمعية العامة هو ليس نصرا قانونيا وسياسيا للفلسطينيين فحسب، إنما هو نصر قانوني لحركات التحرر في العالم، يعني ونصر لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي. هل نستطيع أن نقول أن قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة الأخير فيما يتعلق بإبطال إعلان ترامب هو ملزم لحكومة الاحتلال وللسلطات الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار؟ وكما ذكرت حضرتك، رغم النصوص في المعاهدات الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس هي مدينة محتلة، إذن فكل إجراءات الاحتلال فيها باطلة قانونيا. شرحت في التفصيل كيف ينظر إلى هذا الموضوع وكيفية مجابهة هذا الموضوع، ولكن على أرض الواقع إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه المواثيق والمعاهدات الدولية. هذا صحيح، وهذه رسالة ليست للفلسطينيين. الحماية القانونية للقدس ليست مسؤولية الفلسطينيين فحسب. هذه المدينة المقدسة هي يعني هذه المقدسات هي ملك للبشرية جمعاء، وبالتالي هذه مسؤولية الأمم المتحدة التي تسببت في إصدار قرار التقسيم ولم ننفذ الجزء الثاني منه. صحيح. وأنا أتكلم هنا أن هذا القرار هو مخالف لقرار التقسيم، لأن مدينة القدس من ناحية قانونية حتى الآن تخضع إلى التدويل. صحيح. أو إلى الوصاية الدولية. وبالتالي أنا أقول يعني صحيح أن المجتمع الدولي غير ملتزم بتطبيق، لابد للمجتمع الدولي أن يتحرك من أجل إلزام إسرائيل باحترام هذه القرارات الدولية وخاصة مصادرة عن الجمعية العامة. صحيح. وهذه مسؤولية هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل تفعيل، مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤولية اليونسكو. ولكن بالمقابل القانون الدولي صحيح الذي ينظم العلاقات الدولية هو قانون القوة وليست قوة القانون، ولكن هذه رسالة لنا كمجتمع فلسطيني وكقيادة فلسطينية وتنظيمات فلسطينية. علينا بالوحدة الوطنية أولا من أجل مواجهة هذا التحدي الكبير حول تهديد مدينة القدس بأنها عاصمة لإسرائيل، وثانيا لابد من اتخاذ إجراءات وتفعيل القرارات التي صدرت من قبل القمم العربية حول يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس. صحيح. ونقطة أخرى، الشعب الفلسطيني دائما جاهز للمقاومة بكافة الوسائل، وهذه رسالة لنا باستخدام المقاومة السلمية الشعبية من أجل مواجهة هذا. يعني لابد من وضع خطة استراتيجية للشعب الفلسطيني، وأنا هنا أتحدث عن قرب اجتماع المجلس المركزي وهو البرلمان الفلسطيني المصغر للمجلس الوطني. وكذلك أنا أقول هنا على البرلمان الفلسطيني، المجلس الوطني أو البرلمانات العربية، ليس ردة فعل على الكيان الإسرائيلي الذي يشرع ويسن تشريعات. علينا كذلك أن نعيد النظر في هذه القرارات الدولية التي تخدم القضية الفلسطينية. هناك قرارات عديدة، وأنا هنا أؤكد على قرار التقسيم، ليس فقط 242 و338، هناك في أيدينا أوراق ضغط عديدة قانونية. علينا أن نحيي هذه الأوراق بالمقابل الإسرائيلي الذي كل يوم يفاجئنا بتشريع أو سن قانون. علينا أن نقوم بسن كذلك تشريعات في المجلس الوطني أو في البرلمانات العربية من أجل مواجهة، وليس فقط نظريا وإنما على أرض الواقع، أن نفعل هذه القرارات على أرض الواقع من أجل اتخاذ آليات قانونية وسياسية من قبل الدول العربية، من خلال جامعة الدول العربية، من خلال منظمة التعاون الإسلامي التي أنشأت من. صحيح. أجل القدس. وبالتالي منظمة هذه القرارات الصادرة عن الكنيسة الإسرائيلية تأتي امتدادا وعقب إعلان ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وكأن حكومة الاحتلال لم تكتفي بإجراءاتها التعسفية بحق أبناء شعبنا، أخذت الضوء الأخضر بعد هذا الإعلان. بغض النظر هو الذي يحكم يعني في ظل النظام العالمي الجديد وبعد خروج الاتحاد السوفيتي، لكن أقول هناك موازين قوى. القيادة الفلسطينية أعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريكا محايدا في. صحيح. هذه العملية السلمية، وعلينا إعادة يعني وترتيب أوراقنا التفاوضية أو ترتيب القضية الفلسطينية من جديد على أسس كذلك النظر في اتفاقية أوسلو. أنا لا أقول إلغاء أو كذا، ولكن علينا أن نعود
وندرس هذه الاتفاقية من جديد ونشوف ونرى ما هي الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية. هل نحن بصدد تجميد إلغاء إلى آخره؟ هل نحن بصدد التحول والانتقال من منظمة التحرير والسلطة الوطنية إلى دولة تحت الاحتلال تقودها أجهزة دستورية عن طريق إعلان دستوري أو استفتاء أو الآخر؟ من أجل مواجهة هذه الأسئلة مطروحة على المجلس المركزي، وبعد أن يتخذ المجلس المركزي هذه الإجراءات والإليات السياسية والقانونية يمكن أن تفعل وتكون محترمة أمام المنظمات الإقليمية ممثلة في جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، وممكن طرحها إلى الأمم المتحدة، لأنه في نهاية المطاف بغض النظر عن الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية للقانون الدولي، لكن في نهاية المطاف هو ما يحكم العلاقات الدولية هو القانون الدولي، صحيح. مبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وإلا إذا كل دولة تسن تشريعات عنصرية وتخالف المعاهدات الدولية، إذن لماذا نقول أن هناك قانون دولي وهناك هيئة أمم متحدة؟ وبالتالي لابد للمجتمع الدولي هذه رسالة، بمعنى بقي هو الاحتلال الوحيد وحاليا يحاول أن كذلك ينتهك حقوق الإنسان ويقول أن القدس عاصمة لإسرائيل. هذه رسالة للمجتمع الدولي، عليه أن يفعل هذه الآليات والقرارات ونتخذ القوة الإلزامية من أجل إسرائيل أن تحترم وتطبق هذه القرارات الدولية. دكتور عمر، نعود إلى قانون ما يسمى القدس الموحدة وإخراج بند فصل الأحياء الفلسطينية. نتحدث عن كفر عقب ومخيم شعفاط إلى عن نفوذ ما تسمى بلدية الاحتلال. يعني ماذا سيصبح وماذا سيحل بأبناء شعبنا القاطنين في تلك المناطق، وخاصة بعد إقرار مثل هذا القانون؟ ونتحدث عن نية الاحتلال بفصل هذه الأحياء وإخراجها من نفوذ بلدية الاحتلال. يعني بغض النظر عن التصريحات الإسرائيلية والخطوات السياسية التي تقوم بها الكنيسة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية، لكن أقول أنا أن أولا إعلان المبادئ ما بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني جاء استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، وهنا أركز على قرار 242 و338 بالإضافة إلى كافة القرارات الأخرى، بدءا بقرار التقسيم وقرار حق العودة والتعويض، صحيح. أجلت هذه القضايا إلى الحل النهائي، لكن علينا أن نعيد النظر مرة أخرى في هذه القضايا التي تم تأجيلها وخاصة مدينة القدس. ولكن أنا كمواطن فلسطيني أرفض مثل هذه الإجراءات. علينا أن نعيد هذه القضية الفلسطينية ليس عن طريق المفاوضات مع الكيان المحتل الصهيوني، وإنما علينا بإعادة القضية برمتها إلى الأصل وهي الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة عندما تقوم بحل القضية الفلسطينية سواء في كفر عقب أو في شعفاط أو في أي منطقة أخرى تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية وليس على مزاج المفاوض الإسرائيلي. وبالتالي هناك توجد الرباعية، توجد المفاوضات، علينا إعادة النظر. وأنا هنا يعني أمل أن يخرج المجلس المركزي بمجموعة من القرارات التي تخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وبشكل خاص في مدينة القدس التي ستبقى هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. وهناك قانون أساسي كذلك في المجلس التشريعي ينص على أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. علينا بتفعيل هذا القانون، صحيح. الذي هو موجودا في المجلس التشريعي بهذا الجانب، وعلينا تفعيل هذا القانون ليس فقط نظريا من قبل البرلمانات العربية، من قبل تفعيل صندوق مدينة القدس، من قبل صندوق القدس في المغرب أو من قبل جامعة الدول العربية، وليس بالخطابات والتنظيرات في هذا الجانب. دعم الوجود المقدس، لابد من الدعم العربي، الدعم الإسلامي، الدعم الدولي لمدينة، صحيح. القدس والأرض الفلسطينية المحتلة من أجل التحرر والاستقلال استنادا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. ومعركتنا ليست فقط قانونية وإنما في كافة المجالات علينا أن نفعل، ولكن هنا لا أقلل من الجانب القانوني والقضائي من أجل تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية من كل ما تتخذه من إجراءات عنصرية وتمييزية سواء في الكنيسة أو الأوامر العسكرية التي تصدرها بحق الشعب الفلسطيني. تمام، أنهي معك هذه الفقرة بسؤالي الأخير حول هذه القرارات العنصرية أيضا، والحديث عن نية حكومة الاحتلال والكنيسة الإسرائيلية بإصدار قرار وقانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة لمن لا يثبت ولاءه لدولة الاحتلال والذي مر في القراءة التمهيدية داخل أروقة الكنيسة. يعني أولا بغض النظر إسرائيل ما تقوم به من إجراءات، القانون الدولي واضح والقانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، موقف القانون الدولي الإنساني وحتى في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 قال أن الأرض الفلسطينية بمعنى يعني قال بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية
إذن السؤال واضح، الذي يخدم العلاقة القانونية ما بين سلطة الاحتلال والإقليم المحتل هو مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، بغض النظر ما تقوم به إسرائيل ولكن ما تقوم به من إجراءات. وهنا أركز على قضية، أولا في ظل الاحتلال لا يجوز نقل السيادة إلى الطرف المحتل، السيادة تكمن في الشعب الفلسطيني منذ انسلاخ الإمبراطورية العثمانية وحتى الآن، وبالتالي أنا أقول أن الموقف دولة الاحتلال الإسرائيلي هي مخالفة للقانون الدولي، ولكن في نهاية المطاف لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية الملزمة لإسرائيل من خلال الأمم المتحدة ومن خلال اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا في كافة أجهزته الرئيسية والفرعية وتفعيل. وإلا إذا ترك بهذا الشكل إسرائيل كل يوم تشرع لنا أمرا عسكريا معناها كأننا نقول ننتقص، لا يوجد في العالم قانون دولي، وهذا مما يفسح المجال أمام البرلمانات العالمية كل يوم أن تسن تشريعات تخالف المعاهدات الدولية. إذا أصبح هناك يسود اللي هو منطق القوة وليست قوة القانون، وهذه إشكالية في القانون الدولي. يعني قضية الاحتلال الإسرائيلي تقوض مبادئ وقواعد القانون الدولي، على المجتمع الدولي أن ينهض من جديد من أجل تفعيل وآليات القانون الدولي من أجل إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لكافة قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. الدكتور عمر الشلالدة الخبير في قانون الدولي، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، ويعني نأمل أن يكون هنالك التفاف شعبي وعربي وعالمي حول القضية الأولى وهي قضية القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. شكرا لك على كل هذه المعلومات ويسعد صباحك وجمعة مباركة. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، كاميرا صباح الخير يا قدس تجولت في شوارع العاصمة واتخذت آراء المقدسيين حول المتطلبات وما يجب فعله إزاء إعلان ترامب الأخير باعتبار القدس عاصمة للاحتلال، وكيف لنا مواجهة هذا القرار شعبيا وسياسيا واستراتيجيا. كاميرا صباح الخير يا قدس التقت بالمقدسيين في هذا الفاصل. احنا القضية ماشيين فيها سواء اعلنا ولا ما اعلنهاش، احنا مستمرين في بلدنا هاي ما بنطلع منها. القدس عاصمة فلسطين الابدية راح تبقى، واحنا بنطالب من طبعا الجماهير، يعني احنا من الفعاليات والتضامن سواء في باب العمود او في الوطن او الشتات، انه احنا مستمرين في التضامن ومهما يعلنها ويحطوها رسمي احنا ما راح نطلع منها، لانه احنا نشأنا فيها وراح تمنا فيها، ابائنا واجدادنا موجودين فيها. يعني انا شفت يعني انه كتير من البلدان زي تركيا والاردن وسوريا كلهم وقفوا مع شو اسمه معنا انه ضد قرار ترامب، لازم نضلنا بالقدس يعني وما نطلعش منها، لو ايش ما يعملوا، لو هدموا البيوت، لو سجنوا، لو هذا ايش ما يعملوا نضلنا بالقدس. احنا كان طاولنا محلي كان قوي جدا حتى خاصه بالقدس، بس نحن بنشوف كيف الضغط الاحتلال والقمع الهمجي والتكسير اللي قلل عالميا، توقعنا يكون الاشي اكثر من هيك عربيا خاصه. للاسف كان رده الفعل كثير كثير يعني نائم، يعني توقعنا يكون اكثر من هيك على مستوى سياسي على مستوى شعبي. الشعوب بتتحرك، تحركنا احنا بالقدس، الناس تحركت بالضفه بالقطاع، ولكن زي ما حكيت لك السياسه الهمجيه بتستعملها الاحتلال هي بتخلي الواحد مع الابعادات والاعتقالات والحبس البيتي والابعاد عن القدس. لازم نكون إيد واحدة، ولو إحنا ضمننا مع بعضنا كل شيء رح يصير، يعني كل شيء رح نقدر نحققه، مش واحد بفكر غير عن الثاني، ها بده بس إنه بدهم يعني يدافعوا عن وطنهم عشان يحققوا مصالحهم. الإشي الوحيد اللي لازم نعمله نضلنا في شوارع القدس عايشين حياتنا، ما نعمل إضراب، ما نسكر محلاتنا، ما نضلنا قاعدين في البيوت، لأنه هذا هو اللي بده إياه ترامب، بدوش الناس تمشي في شوارع القدس، بده القدس تصير لليهود لحالها. فإحنا يعني أنا اللي بطلبه من الناس وبطلب من الشعب الفلسطيني إنهم يضلهم متواجدين في القدس بأي ظرف إيش مكان، ولازم يضلهم موجودين ومحيين القدس. والقدس الحمد لله شبابها وبناتها ورجالها ونسائها كلهم واقفين وكلهم يعني واقفين في البلد ومحدش مهتز في هالقرار.
نجدد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا هذه من برنامج صباح الخير يا قدس، الموافق الخامس من الشهر الأول من العام 2018، ومن هذه الأجواء الماطرة ومن استديوهات تلفزيون فلسطين بالعاصمة المحتلة نبرك لكم أسماء التحيات ويسعد صباحكم من جديد. تبعيات مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على عدة قرارات كما تحدثت مع ضيفي السابق، وأهمها القدس الموحدة عاصمة للاحتلال ينعكس على المقدسات في العاصمة إسلامية كانت أو مسيحية من خلال تغيير الطابع التاريخي والديني فيها. نتحدث هنا عن هذا القرار وهذه التبعيات مع مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني. في البداية يسعد صباحك وجمعة مباركة. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الوقت كل خير لكل أهل بيت المقدس، أهل الرباط، أهل الذين أثبتوا أنهم ثابتون في مقدساتهم، ثابتون في القدس إن شاء الله وفي كل محافظات فلسطين إن شاء الله. يعني في البداية نتحدث عن الأهداف السياسية وخطط الاحتلال من خلال المصادقة الإسرائيلية على ما يسمى بقانون القدس الموحدة، ما يعني تغيير ومساس في الطابع وفي الحق التاريخي والديني باعتبار المسجد الأقصى حق خاص وخالص للمسلمين. أولا بالنسبة لهذا القرار الجائر الذي يريد الاحتلال أن يطبقه، نقول أولا أن القدس هي موحدة للمسلمين جميعا بقرار رباني منذ أن أسري بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجعل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته في هذا القرار الرباني. وأيضا هذا ارتباط عقيدي في بيت المقدس لكل المسلمين في أنحاء المعمورة، فبيت المقدس ليس عاصمة لفلسطين فقط، فهي عاصمة لكل المسلمين في أنحاء المعمورة، وهذا بقرار رباني بوجود المسجد الأقصى المبارك ووجود المقدسات بها، وهذا ما جعله الله قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة، وهذا ما عاشه المسلمين منذ الفتح العمري حتى عام 1921 هدم الخلافة الإسلامية. نتحدث عن هذا القرار بمسماه الإسرائيلي الزائف طبعا في طبيعة الحال، وهو القدس الموحدة عاصمة للاحتلال. هذا يعني مساس والمس بالمسجد الأقصى الذي يشكل عقيدة للمسلمين أجمعاء وفي مدينة القدس بشكل خاص، والعبث في السيادة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك. بالطبع يعني هذا القرار هو القصد منه السيطرة والهيمنة على المسجد الأقصى المبارك، وهذا فيه يعني ضرب بالحائط كل القوانين الدولية بالتاريخ الذي يدل على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، فهذا أيضا عبث بكل المقررات وكل القرارات والاتفاقات التي تمت مع دولة الاحتلال، رغم أن يعني هي دولة محتلة، ولكن الآن تتجرأ وتضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين. قرار اليونسكو الذي أقر أن كل ما حدث بعد عام 67 في القدس الشريف سواء في المسجد الأقصى أو غيرها فهذا كله باطل، فهي ضربت بعرض الحائط هذه القوانين وتريد أن تطبق ما تطبقه بقوة الاحتلال بقوة السلاح وتفرض واقع جديد على المسجد الأقصى المبارك، وفي ذلك مساس أولا مشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة، استهتار بمشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة، معادية لكل المسلمين في أنحاء المعمورة، وأيضا التاريخ الذي أثبت أن الإسلام الذي جعل هناك يعني العهدة العمرية حفظت للمسيحيين مكانائسهم وحفظت لهم معيشتهم، وأيضا لمن كان يعيش من المسلمين رغم أن كان هناك في شرط من شروط أن لا يدخل بيت المقدس من اليهود، ولكن العهدة العمرية سمحت لكل الأصناف أن تكون وكل الديانات أن تكون متواجدة في القدس في ولكن تحت رعاية الإسلام والمسلمين. شيخ عمر، نتحدث عن بيان دائرة الأوقاف الإسلامية والهيئة العليا والعديد من الجهات الدينية في مدينة القدس التي نددت بمثل هذه القرارات وأكدت في بياناتها على ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وخاصة في ظل هذه الأوضاع الراهنة. أولا هذا القرار هو باطل
فلذلك نقول يعني ما يقوم به الاحتلال ما قال اليونسكو وما نقوله نحن أن كل ما يقوم به الاحتلال هو باطل بكل الأعراف الدولية. أيضا بما يقوم به الاحتلال من فرض هذه الوقائع بالاقتحامات بتغيير في متسارع بعد خصوصا بعد قرار ترامب في النحو والهجمة الشرسة على القدس الشريف وعلى المسجد الأقصى بزيادة الاقتحامات أيضا الفتاوى التي يخرجها الحاخامات اليهود التي تشجع على اقتحام المسجد الأقصى لتغيير الواقع في داخل المسجد الأقصى المبارك، كل هذه القرارات هي باطلة. بالإضافة إلى أن يعني هناك يعني يجب أن يكون هناك رد من الشعب الفلسطيني في أن نتواجد تواجد كبير في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال من جميع أنحاء المعمورة. فلذلك نحن من فضائياتكم الكريمة ندعو كل من يستطيع شد الرحال إلى المسجد الأقصى أن يشد الرحال، لأن التواجد الكبير في المسجد الأقصى هو الذي يبدد كل المخططات. صحيح. التي تستهدف المسجد الأقصى، التواجد في حتى صلاة الفجر، صلاة الظهر، المغرب، العشاء، كل من يستطيع في أي وقت أن يتواجد في المسجد الأقصى أن يتواجد بأعداد كبيرة، لأن هذه الأعداد الكبيرة حتى من المسلمين من الخارج، من الأتراك، من أندونيسيا، من كل من يستطيع، والله هذه الأعداد تزعج الاحتلال، تشكل سد منيع. نعم. لاقتحامات المستوطنين. نعم. ونتحدث هنا عن بيان آخر لدائرة الأوقاف الذي أجمل الاقتحامات وخاصة في العام 2017 والتي سنشاهدها الآن في الصور. هذه الاقتحامات التي كانت على أشدها لهذا العام تزامنا مع الأحداث الأخيرة السياسية في العاصمة. نعم أختي الكريمة، يعني هذا العام سجل أعلى نسبة للاقتحامات، يعني لو قارنا الأعوام الماضية، العام الماضي سجل تقريبا 19,700 يعني 20,000 تقريبا متطرف، هذا العام 25,630 متطرف من اقتحموا المسجد الأقصى، ناهيك عن الأعداد الكبيرة للسواح وصلت إلى 400,000 وزاد نيف على ذلك، وناهيك عن أيضا اقتحامات للقوات الخاصة ومخابراته وغير من ذلك الاقتحامات التي كلها هذه استباحة للمسجد الأقصى المبارك، وهذا أيضا نتيجة الفتاوى من الحاخامات الذين يشجعون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والذي يدعي الاحتلال أن هؤلاء زائرون، الزائر الذي يستفز ويصلي الصلوات تلمودية ويقوم بفرض واقع جديد بواقع قوة الاحتلال وقوة السلاح بمراقبة الشرطة ومرافقتها والقوات الخاصة وإبعاد حراس المسجد الأقصى عن مرافقة هؤلاء ومنعهم من أداء صلوات تلمودية وغيرها. فلذلك الاحتلال ينهج منهج جديد من أجل فرض واقع جديد في داخل المسجد الأقصى، وحتى يكون كأن هذا المنظر معتاد، نحن نقول هذا لا يعطي للمحتل أي حق في المسجد الأقصى المبارك، هو يمارس ذلك بقوة الاحتلال وبقوة السلاح. وكأن المستوطنين يتفننون في استفزازاتهم لمشاعر المسلمين داخل المسجد الأقصى. نتحدث قبل يومين كان هنالك حادثة وكما ذكرت برعاية الشرطة الإسرائيلية هي محاولة لعقد قران لمستوطنين داخل المسجد الأقصى عدا عن صلوات استفزازية ورقصات تلمودية على أبوابه. نعم أختي الكريمة، هناك تم إبلاغنا ونزلنا إلى الموقع أن هناك مباركة لزواج إحدى البنات من المتطرفات في داخل المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتراض الحراس ورغم اعتراضنا، ويقول هذا مسموح وهذا كأن، فأصبح هناك تمادي في الاقتحامات، تمادي في قراءة الصلوات التلمودية أو التوراة أو غير ذلك، فهذا لا يحترم كمكان للمسلمين بل يمارس فيه صلوات تلمودية. هذا الذي يريد أن ينقل الاحتلال إلى الصراع، إلى أن هذا صراع ديني، ونقول إذا ما كان صراع ديني فالمحتل هو الذي سيخسر، لأن هذه عقيدة لكل المسلمين في أنحاء المعمورة. يعني لا يمكن لنا أن لا نعرج على القضية الأبرز للعام 2017 وهي الانتصار الشعبي المحقق في مدينة القدس، والحديث عن إزالة البوابات الإلكترونية التي حاولت حكومة الاحتلال فرض أمر واقع جديد من خلالها. نعم أختي الكريمة، بالنسبة للبوابات الإلكترونية والتي أراد الاحتلال أن يفرضها واستغل الحدث
ليفرض شيئا جديدا تمهيدا ربما لكان لقرار ترامب أو تمهيدا للاستيلاء والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك. فرفض البوابات كان من ناحية أن هناك السيادة سيادة إسلامية برعاية أردنية نيابة عن كل المسلمين في أنحاء المعمورة. فهذا تغيير للستاتيكو، هذا تغيير للواقع في داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذا سحب البساط من تحت إدارة الأوقاف والرعاية عن كل المسلمين. فلذلك كان رفض من المرجعيات الدينية لهذا القرار. وأيضا كان هناك تناغم ما بين الشعب الفلسطيني أهل بيت المقدس الذين صلوا على الإسفلت رغم حرارة الشمس الحارقة، ووصلت الأعداد التي أوصلت رسالتها إلى العالم أجمع إلى ما يفعل المحتل في مقدساتنا وما يفعل وما يريد أن يسيطر المحتل على مقدساتنا. فبفضل الله ومنته في هذا التكاتف والتناغم ما بين القيادة الدينية والقيادة السياسية والشعب الفلسطيني وأهل بيت المقدس يقدر لهم عند الله سبحانه وتعالى هذا الموقف. فالله سبحانه وتعالى لما أخلصوا لمقدسات الله لمسجد الله، الله سبحانه وتعالى أدخلهم منتصرين. فخاب ظن الاحتلال، فقد خلعوا هذه البوابات الإلكترونية وأيضا الكاميرات التي أراد أن يثبتها، ودخل المقدسيون وكل المسلمون رافعون رؤوسهم محافظين على إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، محافظين على الرعاية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك. وهذا ديداننا وهذا ما سنحافظ عليه حتى لو احتاج أن نقدم أرواحنا فداء للمسجد الأقصى وفداء لما أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لن نبخل على المسجد الأقصى في أن نحافظ على إسلاميته وعروبته إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لربما هذا ما أحوج إليه المسجد الأقصى كما شاهدنا بالصورة، هذا الالتفاف الشعبي والتكاتف الاجتماعي الجميل الذي شهدته شوارع العاصمة التي تحولت إلى مساجد كما ذكرت. إذن ننهي هذا الحديث، وما المطلوب من المقدسي لصد كل هذه المحاولات التهويدية الرامية إلى تغيير الوضع القائم التاريخي بحق المسجد الأقصى والمقدسات بشكل عام إسلامية كانت أو مسيحية؟ يعني مطلوب من كل أهل فلسطين أولا أنه من يستطيع شد الرحال إلى المسجد الأقصى أن يشد الرحال. مطلوب من أهل بيت المقدس ما أمر الله سبحانه وتعالى وما طلب الله سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاعلموا أهل بيت المقدس أن كل النائم في بيت المقدس كالمجاهد في بلد آخر، واعلموا أن كل بني آدم يختم على عمله إلا المرابط ينمو عمله الطيب إلى يوم القيامة. فهنيئا لكم أهل بيت المقدس أهل فلسطين هذا الثواب العظيم الذي تحصلونه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الثبات الثبات، ومطلوب من العالم العربي والإسلامي دعم أهل بيت المقدس من أجل المحافظة على مواقعهم والثبات في أرضهم والمحافظة على المقدسات وخصوصا المسجد الأقصى المبارك. وأيضا مطلوب من العالم أجمع من يستطيع شد الرحال إلى المسجد الأقصى أن يشد الرحال إلى المسجد الأقصى في هذه الظروف التي يحتاج المسجد الأقصى لكل من يأتي من المسلمين إلى المسجد الأقصى من أجل تعزيز إسلاميته وعروبته. يعني هذا ما نأمله وهذا ما يرجو منها العمل به في مدينة القدس وأهالي أبناء القدس للمسجد الأقصى. دام عطاؤكم للقدس وللمسجد الأقصى. الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك، شكرا لك على هذا التواجد، وأسعد الله صباحك وجمعة مباركة. حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، باقي فقرات برنامج صباح الخير يا قدس مع ضيوفنا هنا في استوديو تلفزيون فلسطين في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين القدس بعد هذا الفاصل. مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة الصلاة
الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان، الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان، الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان من كل طريق آت بجياد الرهبة آت من كل طريق آت بجياد الرهبة آت وكوجه الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان، الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان، الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان، الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان من كل طريق آت بجياد الرهبة آت من كل طريق آت بجياد الرهبة آت وكوجه الله فلا باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي، سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستوصل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية، الغضب الساطع بجياد الرهبة الغضب الساطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة البيت لنا والقدس لنا البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا موجوعة كلمة اختصرت حكاية إسراء جعبيص أم المعتصم 32 عاما داخل سجون الاحتلال المصابة بحروق جسدية بلغت نسبتها 65% بحاجة إلى 8 عمليات لتستطيع مواصلة حياتها الطبيعية، حرمت من رؤية ابنها هي وأسيرات أخريات داخل سجون الاحتلال. يجابهنا إدارة سجون الاحتلال بكل ما يعطينا من قوة ويتحملنا ظروف التعذيب والحرمان، ولأن لكل منهن حكاية وليس مجرد أرقام سنخصص هذه الفقرة للحديث عن أسيراتنا الماجدات داخل سجون الاحتلال مع ضيفي هنا بالاستوديو الأستاذ علاء الحداد عضو لجنة أهالي الأسرى. يسعد صباحك، جمعة مباركة. جمعة مباركة على الجميع وعلى الأسرى إن شاء الله. في البداية نطمن على وضع أسيراتنا داخل سجون الاحتلال. يعني وضع أسيراتنا مش مطمئن، يعني بصراحة يعني هدول أسيرات نساء، يعني احنا طبعا في شيء حسيه للنساء في الفلسطينيات المسلمات، في عندنا خصيات هناك تنتهك حرمتهم، هناك تفتيش، هناك اصابات كثيره في الاسيرات، يعني اختنا من المنتصر تعاني من حركات كبيره بدها عده عمليات حتى تشفى، وطبعا ما قدموا لها العلاج الكافي داخل السجن ولا داخل مستشفى عين كارم. طبعا ظروف زي الظرف اللي هي فيه اختنا ام المنتصر لازم تقعد اكثر من اشهر داخل المستشفى مش داخل السجن، حتى الان يعني لازم تكون داخل المستشفى، قطع 4 8 أصابع لها، بقي اصبعين، يعني هي بحاجه لعلاج كبير اكثر من اللازم. نتحدث عن إسراء ونخصص الحديث قبل الانتقال إلى تقرير زميلتنا دينا حول هذا الموضوع، ولكن أسألك عن تعامل إدارة سجون الاحتلال والإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال. كما ذكرنا إسراء ليست بحاجة إلى مسكنات، إسراء بحاجة إلى عمليات ليست تجميلية ولكن لتستطيع مواصلة حياتها بشكل. يعني من أول الحادثة الإسرائيليين يتعمدوا أنه إسراء تعذب داخل السيارة، كان بالإمكان أنه يعالجوها يقدموا لها الإسعاف الأولي ينقلوها على المستشفى، كان بدل ما يكون عندها 60% أو 80% يكون عندها 20%، بس الإهمال والاستهتار في الدم الفلسطيني أدى إلى زيادة طبعا تفاقم الوجع عندها والحرق طبعا في شكل كبير. يعني هي بحاجة هلأ لأكثر من عملية،
عشان نقدر تقدر تساعد حالها، مش بس تساعد حالها، هي بدها اكثر من عمليه داخل المستشفيات. فللاسف هي هلا قاعده في داخل السجن، يعني بمارسوا معها وهي يعني حالتها طبيعيه. طبعا هي مش حالتها طبيعيه، في هون يعني احنا بنطلع انه ما في شيء اسمه حقوق الانسان للاسيرات، يعني زي هاي احنا بنطلع بنقول وين حقوق الانسان؟ يعني أسير زي هاي بدها أكثر من عملية داخل المستشفيات الأمانة، يعني كل واحد يحط أمه أخته مرته زوجته بدال أخته من المنتصر، كيف بده يكون شعوره؟ إحنا بنطلع على كل الناس، كيف تطلع على هاي الأسيرة لما أنتم شفتوها في المحكمة كيف تعاني، كيف المنظر اللي هي فيه، بحاجة لأكثر من عملية، بحالة لعلاج مطول، مش بحاجة تقعد في السجن ولا حدا يسأل عنها. يعني مما يزيد الوضع سوءا أيضا ظروف السجون الإسرائيلية وخاصة في هذا البرد القارس. طبعا يعني إحنا داخل السجون هناك صعوبات كثيرة للأسرة، عندنا 18 أسيرة، في عندنا 5 أسيرات يعانيون نفس يعني أقل حالة من أختنا المنتصر في العلاج، يعني يحتاجون لعلاج برضو داخل السجن وليس داخل السجن بالمستشفيات طبعا، لكن هناك إهمال طبي كبير، وبظرف الطقس اللي إحنا عايشين فيه كمان فيش عندهم الإمكانيات أو الإشي الموفر لهم اللي الواحد بيلاقيه في بيته في عمله يكون للأسيرات جوا السجن. نتحدث عن أسيرات أخريات داخل سجون الاحتلال، ولكن دعنا نشاهد هذا التقرير للزميلة دينا دعنا، والتي زارت عائلة إسراء جعبيس وعادت بهذه المناشدة من ولدها ومن شقيقتها وعائلة إسراء الذين يودون إسراء حية طبيعية بينهم. نشاهد هذا التقرير ونعود وإياك لمتابعة باقي حديثنا. لم تتخيل إسراء جعبيس ابنة 33 عاما أنها ستعيش هذا الكم الهائل من الوجع والظلم في حياتها، فمنذ أن تعطلت سيارتها واشتعلت قبل عامين مسببة حروقا بالغة في جسدها وبتر أصابعها الثمانية. اتهمها الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية وحكم عليها بالسجن 11 عاما، ومنذ اعتقالها حتى هذه اللحظة لم يقدم الاحتلال لها علاجا رغم خطورة وضعها، واكتفى بإعطائها مسكنات لتخفيف آلامها وأوجاعها. دايما هي باشتياق وبتحكينا عن الألم اللي هي بتحس فيه. بعدين إسراء يعني من أول يوم الحادث لحد لحظة ما زورناها ولحد ما بيوصلنا أخبار عنها إنه بتشعر بحالة حم على طول في جسدها، بدها عمليات جراحية لكفوف الإيد، بدها فصل الكتف الأيمن تحت الإبط، بدها كمان عملية فصل للأذنين، كمان لازمها علاج في العين اليمنى، كمان بدها علاج في الأنف. إسراء ما بتقدر تمشي مسافات طويلة لأنها بتشكي من ألم في رجليها وفي ظهرها. تعرفي الإنسان بده يرفع معنوية المصاب، بالأخص لما يكون ابنه أو بنته بده يعطيها عزيمة وبيعطيها على أساس ما ترضخش للمصاب فيه، ويعني تستعين بالصبر. مرحة محبة للحياة كانت إسراء قبل أن ينتزع الاحتلال ضحكتها ويحرمها من طفلها الوحيد معتصم الذي رفضت مقابلته إلا وهي مرتدية قناعا يخفي حروقها عنه، فرفض معتصم ذلك وطلبها بإزالته. دخلت وقتها لما كنت مع خالتي رولا، هي وقتها كانت منزل المنديل ولما بدها تحط القناع عشان النمر، وبالأخير تفاجأت وقتها اشلح القناع عن راسك بكامته، بس فرجني وكامته يعني لما حكت لها عليها منظرها طبيعي. أول ما جت كانت مبسوطة، بس لما هي تقعد بدأت تضحكش. أنقذوا إسراء حملة إلكترونية أطلقها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدة لغات لدعم الأسيرة إسراء جعبيس والمطالبة بعلاجها ولتعريف العالم بقضيتها ولتشكيل رأي عام ضاغط على الاحتلال للإفراج عنها نظرا لصعوبة حالتها.
عماني من الألم والعذاب والحرمان، عماني وإسراء جعبيس تستصرخ الضمائر الحية وتناشد المؤسسات الإعلامية والحقوقية أن تخفف عنها آلامها وأوجاعها وأن تخلصها ظلم محتل حرمها من طفلها وانتهك حقوقها. لبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا، القدس المحتلة. نتمنى السلامة للأسيرة الجريحة إسراء جعبيس وغيرها من أسيراتنا داخل سجون الاحتلال. إسراء جيهان حشيمة، طبعا هدول كلهم يعانون يعني بحاجة لعلاج، بس مش بحاجة لعلاج داخل السجن، برا السجن طبعا الاحتلال راح يكون يعني مقصر معهم جوا السجن، واحنا طبعا يعني متابعين عن طريق لجنة أهل القصر، طبعا متابعين حالاتهم وعندهم كتير شغلات هم بحاجة لإلها، بس طبعا خارج السجن وليس داخل السجن. الاحتلال يعني يتعمد انه يسيء لهذه المعاملة للأسرة، يسيء لهم عشان يعلم غيرهم، او هو يفكروا انه يكسر الناس اللي بعديهم. هذا الاحتلال يعني يتعمد في إساءة للأسرة والأسيرات. نتحدث عن الأحكام العالية بحق أسيراتنا داخل سجون الاحتلال، وآخرها كان أو يعني مثال عليها شروق قدويات 16 عاما ونورهان عواد 13 عاما ونصف. طبعا يعني ولا شيء، احنا بنستغرب من الاحتلال، هذا احتلال يعني قد ايش ما بده يفرض علينا بدنا نتحمل، وبدنا احنا نواجه هذا الاحتلال في شيء اصعب من هيك. يعني بصراحه المحكوميات كثير عاليه، الاحتلال بيتعمد انه هو يربي غيره، هيك بيعتبر انه يردع الناس اللي بعديهم، انه اذا اي حدا بده يفكر يسوي شغله راح يكون عقابه كبير. طبعا هي احكام جائره، يعني عدوك القاضي لمين بدك تشكي. صحيح. احنا حالنا يعني ما يعني صعب جدا بموضوع الأسرة، يعني احنا عندنا في العام 2017 2450 أسير، منهم 55 أسير صغار يعني تحت سن ال 16 سنة، هدول عندنا موجودين قصر. عندنا 18 أسيرة، في عندنا تنتين برضو منهم بنات صغار تحت 16 أو 16 عام. يعني احنا وللأسف في تقصير بموضوع الأسرة، يعني احنا هذه فرصة انه نحكي في هذا الموضوع. الكل بتغنى باسم الأسرة باسم القدس، طبعا في تقصير، يعني احنا عندنا في القدس بالرغم كل هذه الاعتقالات اليومية، احنا بنختلف عن كل منطقة، عن كل الضفة الغربية بالذات في القدس، انه بأي لحظة في عندنا اعتقال، الصبح الظهر الفجر بأي لحظة في اعتقال، يعني بيجيبوا سيارة السجن الكبيرة باب الزهرة شارع الزهرة بيعبوا فيها 20 و30 أسير من داخل البلدة، خاصة وأن نقطة المواجهة من نقطة الصفر يعني كما يقال. يعني بالمقابل إحنا ما في عنا غير 2 محاميين يترافعوا عن جميع هدول الأسرة. يعني هذا أنا بصراحة يعني بتمنى صوتنا يوصل من لجنة أهالي الأسرة مناشدة لسيادة الرئيس إنه موضوع الأسرة فيش فيه اهتمام كما يجب في القدس. يعني احنا هاي مناشدة للرئيس، المطلوب يكون في طاقم، احنا ما بدنا مال ما بنطلع، بدنا احنا طاقم محاميين، اقل من 5 محاميين ما يكونوا لسه بالقدس ما بنفعش. احنا فيش عندنا غير 2 محاميين، محمد محمود مفيد الحاج. طبعا في كتير محاميين شخصيين وانا يعني ما بدي اذكر اسمائهم لانه يمكن اقصر باسم واحد، ما بدي حدا فيهم يزعل، بيشتغلوا برضه ببلاش وبيساعدونا بالضبط، ما بدي اذكر يعني اسمين 3-4 ويزعل حدا مني، بس احنا بنناشد سياده الرئيس انه بموضوع الاسرى في تقصير في القدس، انه فيش عندنا غير 2 محاميين، بالرغم انه كل يوم في عنا اعتقالات سلوان، راس العمود، بلد القديمة، كل المناطق، يعني مش بس 1 و2 8 و9 و10 بالعشرات تكون يوميا. بالمقابل المحامي بيصير هناك تقصير بحق الاسير، الطفل لما بيعتقل عمره 14 سنة على مقر الاشلة او المسكوبية بحاجة يكون معاه محامي يفهمه شو حقوقه، طبعا هذا بخفف من وجود الأسير الطفل داخل السجن، لما بيكون في عنده محامي بيفهموا ايش حقوقه، الطفل بيعرف شو يحكي في التحقيق، يعني منه ما يعني بدهم يضربوه يصيحوا عليه بيعرف كيف يتعامل معهم انه في له حقوق. صحيح. فبالمقابل المحامي ما بيلحق يشوف كل هدول الأسرة لكثرة بالضبط، شو بصير المخابرات اللي بالتحقيق بيتصلوا على محامي من الدولة الإسرائيلية بيجيبوه قال يحكي مع الطفل، شو يعني طبعا شو دي يحكي مع الطفل بطبيعه الحال، يعني النهج معروف 100%. فعشان هيك احنا بنقول في تقصير، يعني رغم انه بيشتغلوا وبتعبوا وكل احترام لهدول المحاميين واللي معاهم،
بس احنا يعني كجرح في القدس الامانه اشي مؤسف، اشي يعني اللي كل واحد بتغنى باسرى القدس وفيش عندنا غير اثنين محاميين. بالمقابل مؤسسات كتير بتاخذ مئات الالوفات مقابل فعاليات في القدس، انه احنا وبنحكي ومتركين الشريحه المهمه اللي هي الاسرى. حتى الاسير لما بروح من السجن بيهتموا فيه يوم يومين ثلاثه، بنقدم له دراع، بتروح الاسبوع زمان يبطل له في اهتمام الاسير، فيش ولا حدا يرعاه ولا مؤسسة، يعني فيش أنا ما حتى حقوق الإنسان، يعني مؤسسات تحتضن هدول الأسرى تفهمهم، تيجي تعطيه وظيفة تدير بالها عليه، تطلعه من العيش اللي كان قاعد فيها لعيش جديدة، كمان هذا صعب. يمكن نخصص الحديث هون عن القاصرين والقاصرات داخل سجون الاحتلال. طبعاً. نتحدث عن هذه الفئة ونعود إلى أسيراتنا داخل سجون، يعني سنخصص هذه المرة الحديث عن الأسيرات. هذه كلياتها السجن بأول الاعتقال، شو بصير معها بأول الاعتقال هذا بيترتب عليه بالضبط، هذا بيجزئ حياته كلياتها، شو راح يصير معاه داخل السجن داخل الحياة كلياتها. إذا كان من أولها عنده حقوق ياخدها، كان محامي موجود معه بيقدر يسيطر وبكون حكمها أقل، لأنه بالمقابل إذا المحامي ما قعد مع الأسيرة، صحيح. الأسيرة بدنا نحكي الأسيرة أو الأسير القاصرين ما قعد فهمهم شو حقوقهم، هم راح يغلطوا وهم ما بيعرفوا شو هو حقوقهم، يمكن يوقعوا على أوراق هم ما بيعرفوا على إيش وقعوا، يحكي لهم حكي ويحكوا حكي وما هو إلى نقلهم إياها يحكوا المحقق في طريقة غير مباشرة، هذا احتلال بيعرف كيف يدرس شخصية البني آدم. فعشان هيك احنا بنقول انه المحامي مع الاسير او الاسيره في داخل المعتقل في لحظه الاعتقال، يعني اثناء التحقيق، هذا بيساعد وبيخفف، يعني هذا كتير مهم يكون موجود. واحنا بنقول لك الاسرى الاسيرات كتير بيعانوا، يعني احنا عندنا 18 اسيره داخل السجون بتنقلوا، يعني تنقلاتهم من سجن لسجن، يعني راح منتصر يزور امه قالوا له انتقلت لسجن تاني. هذا السجن يعني ممكن اللي مش محبوس او مش حاسس شو هو التنقلات، مش بسياره عاديه، مش باص حديد بقعد فيه الاسير، بيروح عنده نهار كامل من سجن الرمله عشان ينقلوه من سجن لسجن، لازم يلف كل السجون ويضلوا قاعد على الحمام، بنزلش فيش له ولا اي وسيله مساعده، هو قاعد في كرسي حديد، اذا سقع شمس برد هذا كله بده يتحمله الأسير. هذه الأسيرة من خلال متابعاتكم لزيارات الأسرى وذويهم إلى داخل سجون الاحتلال، نتحدث عن هذه الرحلة الشاقة التي تبدأ منذ ساعات الفجر الأولى ويعني تتلخص ب 45 دقيقة بلقاء الأسرى بذويهم. يعني أنا بديش أقول لك الزيارة بس بنفس اليوم، كيف الأهل بيرجعوا من الزيارة بصيروا يفكروا للزيارة اللي بعديها، يسجلوا بدهم يزوروا ايش بدهم يجيبوا معهم، يعني بضلوا يعانوا 15 يوم قبل ما تيجي الزيارة الثانية. يعني احنا انا بصراحة يعني موضوع الزيارات مش سهل جدا، بيطلع لما بيجوا الصبح الاهالي الساعة 4 الصبح على الباصات، يتنقلوا من الباص على زيارة السجن، هذه معاناة كبيرة يعني بحق الأسرة، يعني الواحد يكون فايق من الساعة 3:30 الصبح عشان يروح يزور، ولما بيوصل السجن يزور بنته او ابنه، بالذات القاصرين احنا يعني بصراحة كتير صعب وضعهم، بيقولوا له انتقل على سجن تاني، عنده اليوم محكمة، يعني الأهل بتفاجئوا رغم كل هالمشقة، كمان بيقول لهم فيش له زيارة، انت عندك منع أمني، هو عنده عقاب، يعني هذه كل الأسرة بيعانوها كل يعني كل يوم. وقصة الزيارة كمان تكلفتها غالية اليوم، احنا يعني كمان هذا موضوع بدخل بموضوع، اليوم الأهالي لما صارت تروح للزيارة صار يروح شخص واحد على الزيارة، ما بتقدر الام تاخد معها 3 أطفال، لانه صارت تدفع اجار الطريق عن كل شخص 55 شيكل، لانه الصليب استنكف عن الزيارة التانية ما صار يوفرها، صحيح. صار هاي على حساب الاهالي، لما الام تاخد اخر طبعا لما تاخد معها 3 أطفال معها كل طفل 55 شيكل، طبعا هذا الوضع اللي هي عايشة فيه كجوزها اسير ما في مدخول انه يوفر هاي الاحتياجات، صارت تروح لحالها مرة، لما تكون زيارة الصليب بتاخد معها واحد، لانه الكل راح يكون جايب معه، راح تكون يعني حقهم ضاع في هذه الزيارات، يعني التكلفة غالية والمشقة بعيدة والتنكيد من السجان اكثر واكثر. طب كيف لنا مجابهة هذا الحرمان لأهالي الأسرى ومساعدتهم بزيارة أبنائهم اكثر، ويعني كما ذكرت الصليب الأحمر تنصل من مسؤولياته في الزيارة الثانية وكان هنالك وقفات منددة بهذا القرار امام الصليب الأحمر، دورنا الجانب الفلسطيني ودورنا كأبناء شعبنا في مدينة القدس. يعني احنا رفعنا صوتنا لكل العالم،
في الاعتصامات أمام الصليب الأحمر بشيء جراح، واعتدى علينا من الاحتلال، القوات الخاصة هجموا علينا الكلاب البوليسية، منعونا من دخول الصليب، واجهنا كثير مشاكل في هذا الموضوع للأسف. يعني هناك من السلطة الفلسطينية